مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس. حلقتنا النهارده بتدور حول مفهوم المدن الجديده، المدن الذكيه او مدن الجيل الرابع. هذه المدن اللي قامت الدوله المصريه بالتوسع في انشائها لمواجهه النمو السكاني، خاصه مع تزايد الاعداد سواء كانت اعداد المصريين او ايضا اعداد الوافدين من العديد من الدول. ازاي بيتم التخطيط لهذه المدن الذكيه؟ ازاي بتتواكب مع كل الأطر الحديثة والاحتياجات الحديثة من مواجهة آثار سلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وغيرها؟ ده هيكون موضوعنا مع حضراتكم النهاردة، وهنشوف إزاي ده بيساهم أيضا في توفير حياة كريمة للمواطنين في المقام الأول، وفي أيضا دعم للاقتصاد المصري في المقام الثاني. هتكون ضيفتي وضيفة حضراتكم في هذا اللقاء دكتور هدى الملاح، خبير دراسات الجدوى الاقتصادية، للتعرف بشكل تفصيلي على أهمية وجود هذه المدن الذكية وتأثيرها على الأحوال المعيشية للدولة المصرية. لكن قبل ما نبدأ حوارنا هنتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. إن تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى يهدف إلى معالجة مشكلات العمران الحالي، وذلك من خلال توفير رصد سكني للفئات الأقل دخلاً، لإتاحة الفرصة لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في العمران القائم بالمناطق مرتفعة الكثافة. من الجدير بالذكر أنه قد تضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى إنشاء 500,000 وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح المصريين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وتم البدء في تنفيذ 32 موقعاً في 13 محافظة بإجمالي 112,400 وحدة سكنية، وذلك لتوفير سكن مناسب للأسر المصرية وتوسيع رقعة العمران داخل المحافظات والمدن المختلفة، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما قلنا في بداية حديثنا، المدن الجديدة وما تقوم به الدولة المصرية في إنشاء هذه المدن ومدى مطابقتها وتوافر العناصر الخاصة بها من الناحية الخاصة بالاستدامة، وأيضا مواجهة كافة وسائل الحفاظ على البيئة ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية. هنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، ولكن في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفتي اللي مشرفاني، برحب بدكتور هدى الملاح خبير دراسات الجدوى الاقتصادية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بك. خلينا يعني في البداية نعرف مفهوم المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع أو المدن الجديدة في هذا التوقيت، ما هو المفهوم الخاص بها؟ ماشي. المفهوم الخاص بالمدن الذكية، المدن يعني تلخيص بسرعة كده، المدن التي تقوم كل الخدمات بتاعتها إلكترونيا، قائمة يعني قائمة على الإنترنت، قائمة على التكنولوجيا، فتلاقي كل الدول المتقدمة دلوقتي بتتعامل بالتكنولوجيا. نعم. فبالتالي عشان خاطر احنا نعمل مدن ذكية ومدن إلكترونية بهذا الشكل، كان لابد أن يكون عندنا بنية تحتية أساسية مؤهلة لهذه المدن. نعم. يعني ما كانش ينفع أن احنا نعمل هذه المدن بدون أن أنت ترمي الأساس الأول. إذن هذه المدن لابد من توفر اشتراطات معينة للتخطيط لها أو لإقامتها. بالضبط. أنت مش بتبني مدن عادية، أنت بتقولي مدن ذكية. كمان نعم. عندك مدن مستدامة، يعني في برضو فرق بينهم، لأن عندك المدن المستدامة بتبقى أصلاً حياة صحية، سواء برضو هذه المدن فبرضو حياة صحية، مدن صديقة للبيئة، بتبقى كلها مليانة بنسبة 20% من الأشجار والحدائق في هذه المدن. يعني ما تشوفي أي مدينة بتلاقي فيها مساحات حوالي 20% من بين المدينة والأخرى. شوفي حدائق أكتوبر، شوفي العاصمة، شوفي شرق بورسعيد، يعني في مدن جديدة، المنصورة الجديدة، بورسعيد الجديدة، الإسماعيلية الجديدة، العلمين، كل الحاجات، كل المدن الجديدة دي طبعا كمدن ذكية لما نيجي نتكلم عنها
يبقى هي اصلا بتبقى كل الخدمات اللي فيها الكترونيا. نعم. على يعني مبنيه على التكنولوجيا. بيتم التخطيط لها من البدايه بالزبط. انها تكون كل الخدمات الخاصه بيها بالظبط، عشان كده اسمها المدن الذكيه، بحيث نعم. ان هي كل حاجه تبقى ماشيه بالتكنولوجيا فيها. تنسيش ان التكنولوجيا دلوقتي وفرت وقت، وفرت مجهود، وفرت وسيله مواصلات، فكل الحاجات دي كلها ممكن انت ممكن الاول قبل التليفون وقبل كل الحاجات دي كلها كنت بتروح المشوار عشان خاطر تعملي، لكن انت ممكن دلوقتي من خلال شبكة بيانات وشبكة نعم. معلومات بتقومي فيها بتقضي كل حاجتك بالتكنولوجيا دلوقتي. طب عند التخطيط لهذه المدن، ما هي الاشتراطات الخاصة لإقامتها وكيف يتم التخطيط لها من قبل الدولة؟ هل في أي منطقة زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي الدولة المصرية قامت بإنشاء العديد من المدن بالزبط. كيف تم توفير الاشتراطات والآليات الخاصة بهذه المدن؟ ما هو أنت الوقت حليتي مشكلة كبيرة قوي، حليتي مشكلة الكثافة السكانية. نعم. أنت عندك كثافة سكانية في القاهرة، تمام، أنت عايزة تقضي على هذا الازدحام. مع لو تلاحظي من خلال 2021 كنا عاملين مؤتمر المناخ. نعم. تمام، ما هو كل دي كلها عشان خاطر التغيرات المناخية. يبقى احنا الوقت بنجارب 27 يعني من 2027 بالظبط و2028 بالظبط. فطبعا احنا الوقت بنواكب العصر، بنجاري العصر، لان كل زي ما بقول لحضرتك كل حاجه دلوقتي في كل الدول المتقدمه وغير يعني وغير كده جميع الصناعات وجميع الخدمات وجميع الاعمال والمدارس والمستشفيات بتقوم على التكنولوجيا، بتقوم على الالكترونيات. لما نيجي نحاول نوسع ونعمل عمليه توسيع مدن، يبقى في الحاله دي انا بوفر لها اسلاك يعني بنيه تحتيه من اتصالات. نعم. بوفر لها من مثلا بتكون اماكن برضو بحيث بوفر مياه، بوفر صرف صحي، حتى الحاجات دي كلها بتكون الكترونيه يعني. تمام. يمكن زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي العالم كله الان اصبح بيتوافق على اليات معينه للتعامل او للحياه بشكل عام، ومنها زي ما اشرنا في كوب 27 الذي اقيم في شرم الشيخ او كوب 28 الذي اقيم في الامارات. كان الحديث كله عن كيفيه مواجهه الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه باستخدام بقى عده اليات، ومنها الطاقه الجديده والمتجدده. بالزبط. كيف تنظر الدوله المصريه الى هذا العنصر ومدى توفيره في هذه المدن الجديده؟ اول حاجه اللي انت بتحاولي توفري طاقه ما تقوميش على طاقه الوقود الاحفوري اللي احنا متعودين عليه، لا. نعم. انت بتحاولي تعملي اليات اللي انت بتقدري تستخدمي الطاقه الشمسيه، بتقدري تستخدمي طاقه الرياح، هي دي الاساس. يعني انت عايزه حتى طاقه وكل الشغل يبقى حاجه، انت بتتكلمي عن حياه صحيه يعني. نعم. ايه مدن ذكيه؟ انت بتتكلمي عن حياه صحيه في كل التعاملات، حياه تكون صديقه للبيئه، كل الحاجات دي كلها. طيب انا علشان خاطر يعني اوفر الحاجات دي كلها، على فكره هي بتحتاج موارد ماليه كبيره جدا، أكيد. مش أكيد مش حاجات يعني مش مبالغ قليله. لا طبعا لا لا. وبالتالي يعني احنا لما عملنا مثلا قرض من صندوق النقد الدولي او غيره، فكل ده اتصرف. يعني الناس كانت تقول لك الاول يعني ايه بنيه تحتيه، يعني ايه طرق وكباري؟ طب ما انا عشان خاطر اوصل لهذه المدينه او اوصل لاي مدينه انا بعملها، يبقى لازم استخدم طريق. طب لما بنتكلم عن حتى في دراسة الجدوى أهم حاجة فيها الوقت والتكلفة. نعم. يعني أنا عشان خاطر المشروع يبقى ناجح بالنسبة لي، أهم حاجة يبقى الوقت اللي أنا هيجي لي فيه عائد الربح قليل والتكاليف بتاعتي برضو تكون قليلة. فلو ما كانش عندك الطريق، شرايين الحياة اللي انت بتوصلي ليها لهذه المدن متوفرة، فأعتقد يعني ما كانش هيبقى فيه مدن وصناعة. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، انت كل مدينه جديده بتبني فيها مدرسه، كل مدينه جديده بتبني فيها جامعه. نعم. كل بتبني فيها مستشفى، يبقى انت كده بتعملي عمليه تدوير بالنسبه للاشغال، بالنسبه للقطاع الخاص، بالنسبه لفرص العمل. يبقى عندك مقاولات هتشتغل، شركات هتشتغل، عمال هتشتغل، يبقى انت كمان دخلتي من عائد اقتصادي تاني خالص للاقتصاد القومي اللي انت بتقضي على معدل البطاله. نعم. دكتور هدى، الدوله بتسعى لجذب الاستثمارات بشكل اساسي لدفع عجله النمو
الاقتصادي. وده طبعا احنا بنشوف الاثار او رصدنا الاثار اللي ترتبت عليه حتى في الفتره القليله الماضيه مع ضخ العديد من الاستثمارات للدوله. أكيد. فكيف تساهم هذه المدن الجديده في جذب هذه الاستثمارات وطبيعه الاستثمارات المقامه؟ هل يعني بتشترط اليات معينه لهذه المدن سواء بالقرب منها او داخلها؟ أكيد أكيد طبعا. أنت عشان خاطر تعملي هذه المدن ما تودينيش مثلا في مدينة تكون أرض صخرية ما أقدرش أزرع فيها، لأن أنا برضو بكلم حضرتك عن الحياة الصحية. الحياة الصحية هتكون إزاي من غير الاستدامة؟ نعم. من غير أن يبقى في عندك زراعة عندك. أنت دلوقتي بيقولوا لك إحنا عايزين كمان مش نزرع الأرض بس أو 20 متر، لا ده أنت كمان عندك بيوفروا زراعة السطوح. نعم تمام الأسطح. أيوه. تمام. فكل الحاجات دي كلها فأنت عشان خاطر توفري مدن اللي أنت تبقى جاذبة للاستثمار بحيث يبقى عندك تدفقات دولارية تدخل خزينة الدولة، أنك أنت المستثمر الأجنبي الميزة بتاعته إيه عن المستثمر المصري؟ أن أنت بيجيلك تدفقات دولارية. أيوة. القيمة الدولارية بالضبط، لأن القيمة الدولارية دي لما هتكون زيادة في المعروض يبقى في الحالة دي القيمة الشرائية للجنيه المصري هترتفع. نعم. أنت يبقى أنت القيمة الشرائية بتاعتي هترتفع إزاي؟ نعم. لما يكون عندي وفرة من المعروض فيه. وده اللي حصل يعني في الفترة الأخيرة بالفعل ولمسناه ورصدناه في السوق. وبالتالي عشان خاطر أنا أبقى أعمل تخطيط ناجح بالنسبة لهذه المدن لازم تكون الأرض بتاعتي قابلة للزراعة، ما تكونش مثلا معدومة زي ما بقول لحضرتك ما روحش المنطقة صخرية يبقى تعب اللي أنا أقدر أحولها. فبيبقى ليها مميزات مثلا معينة تبقى فيها سهولة الزراعة، سهولة التوصيل، العيشة قريبة برضو إلى حد ما من المدن. وأهم حاجة فيها شفتي العاصمة الإدارية لما نقلنا الوزارات. الوزارات ما صحيح. انت ما تعمليش منطقة انا محتاجة انا خدمات. انا بالظبط فانا محتاجة خدمات عشان توديني مدينة جديدة تجبيني اروح اخلص في القاهرة، طب انا هروح هقعد هناك ليه؟ لكن التخطيط ورسم يعني الخريطة الاقتصادية اترسمت صح. أنا مش هروح آلية هذه الخريطة زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الخريطة الاقتصادية اترسمت صح. ملامح هذه الخريطة حضرتك شايفاها ازاي؟ ما هو أنا بقول لحضرتك هي الخريطة الاقتصادية اترسمت صح ازاي؟ زي ما بقول لحضرتك احنا لما عملنا العاصمة مثلا الإدارية. نعم. أنت دلوقتي خفيتي إلى حد ما التكدس في العاصمة في القاهرة. تمام؟ نعم. وبالتالي أهم حاجة في الخريطة الاقتصادية زي ما بقول لحضرتك أنت بيبقى في تناسق بين الوزارات يبقى أنا ألاقي الخدمات عندي، يعني ما أخدش مشوار عشان خاطر أوصل أني أنا أعمل خدمات تحت. لكن لما قلنا لا الوزارات هتروح أماكن معينة، أني أنا بسهل الطريق بين المدينة والأخرى، يعني أنا يعني زي ما قلت لحضرتك الوقت هو اللي بيحكمني يعني. وبالنسبة للمستثمر كمان الوقت ده يعني فلوس، يعني مش مجرد ان هو هيتاخر شويه، لكن ده بالنسبه له فلوس. ما هو انت كمستثمر سواء مصري او سواء اجنبي. نعم. انا لو حتى لو مستثمر مصري هيستثمر صحيح. انا ايه اللي يخليني اروح اقعد هناك واخد مشوار كبير يكلفني وقت وتكلفه زي ما بقول لحضرتك اني اروح اعمل اخلص الخدمات بتاعتي. فاهم حاجه لنجاح لاليات اي مدينه جديده تبقى الخدمات كلها متوفره، وخصوصا كده كده بتلاقي جامعة اتعملت فيها، بتلاقي مدرسة اتعملت فيها، بتلاقي مستشفى اتعملت فيها. أي مدينة جديدة بيبقى فيها خدمات، فيها صناعة، فيها خدمات حتى يعني صناعات بسيطة، صناعات صغيرة. فأنت كده بتحاولي ارتفاع كمان من معدل النمو بالنسبة للدولة المصرية. حضرتك أشرتي إلى أننا وأنا بخطط أنا بخطط بشكل مختلف. خلينا نقول أن قبل كده زمان كنا بنعاني، وخصوصا في بعض المدن اللي تم إنشائها، من أن البنية التحتية تم تنفيذها بطريقة خاطئة، وإلى الآن لا زالت الآثار السلبية الناتجة عن هذا التخطيط السيء بيعاني منه سكان هذه المنطقة. نجاح التخطيط الجديد شوفي مدينة طشقر، هو ده اللي أنا عايزة أشير إليه النهاردة. اختلاف منظور التخطيط للمدن الجديدة واختلاف يعني آلية الاحتياجات الخاصة بيها، وليس لليوم ولكن مع مراعاة جانب الاستدامة. يمكن اللي اتعمل قبل كده ما كانش بيراعي بعد الاستدامة، وبالتالي مع الوقت ومع التغيرات المناخية ومع أصبحت هناك مشاكل وتحديات كثيرة بتواجه هذه المناطق وهذه
وهذه المدن اللي كان بيتم التخطيط لها منذ سنوات على انها يعني من ارقى المناطق الموجوده، فكيف تم تلافي هذا يعني او هذه المشكلات من خلال التخطيط النهارده؟ انت نظرتي للتخطيط ده نظرتي ان اهم حاجه بتعملي مراكز حضاريه، يعني مش مثلا مراكز ان انا بقوم عليها وبس، ان انا مثلا بعمل مصنع او بعمل حاجه، انا ببص برضو لمراكز حضاريه بالنسبه للاقتصاد المصري. بحاول كمان احاول اربط مثلا شبكه الطرق اللي اتعملت بحيث اني انا ابقى رابطه المنصوره، ابقى رابطه بسينا، تقدم سينا زي ما بقول لحضرتك. يعني الخريطه اترسمت ازاي؟ هضرب لحضرتك مثال زي توشكا. لما عملنا الارض الزراعيه عملنا ايه بعدها عشان خاطر تقدري تصنعي، لانك انت ممكن من الزراعات كمان تقدري تعملي عمليه تصنيع، عملنا المصانع التغليف في نفس المنطقة. نعم. يعني انت لما بتعملي المشروع بتعمليه مشروع كامل متكامل من نعم. ناحية كزراعة أرض، بعد كده الزراعة دي تقدري تدخليها في التصنيع، هتلاقي المصانع برضو موجودة في قلب المنطقة، بحيث يبقى كل حاجة تبقى كاملة متكاملة. طيب خلينا نقول ان هذه المدن ايضا الحقيقة يعني ليها دور كبير جدا في توفير احتياجات المواطنين، وعلشان تكون اهلة السكان لابد ان انا اوفر لها زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الخدمات، والخدمات دي عباره عن وسائل نقل ومدارس ومستشفيات و فكيف تم النظر الى توفير هذه الاحتياجات خاصه انها موجوده يعني زي ما حضرتك قلتي الاسماعيليه الجديده، بورسعيد الجديده، المنصوره الجديده، البعد اللي تم مراعاته في هذه المدن لكي تكون عنصر جذب ايضا للمواطنين فيها. هقول لحضرتك يعني أنا دلوقتي عشان خاطر تكون عنصر جذب، يعني أنا النهاردة محتاجة أن أنا أقول أن هذه المدن تم تخطيطها وهي جاذبة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل أو من خلال يعني حياة مختلفة. بالزبط. إزاي ده تم مراعاته في ظل المدن اللي تم استحداثها النهاردة؟ الكثافة السكانية كانت هي أساس التخطيط، يعني أنا لما ألاقي عدد المصريين في كثافة سكانية كبيرة يبقى أنا كمان مش هيبقى الازدحام كله يزحف إلى القاهرة. نعم. مثلا بالنسبة لهجرة الريف إلى المدينة، كل الحاجات دي كلها، يبقى أنا كان لازم أوسع، يبقى عندي عملية توسيع في المدن. عملنا المدن دي كلها بحيث يبقى فيها برضو خدمات، يبقى فيها مدارس، يبقى فيها مصانع، أني أنا برضو كعائد اقتصادي، أن أنت الوقت بتساعد الاقتصاد القومي اللي أنت بتقضي على معدل البطالة فيها، بدام قضيتي على معدل البطالة، بدام عملتي تصنيع، يبقى أنت كده في انخفاض للمعدل التضخم، فكل هذه الأشياء يعني نقدر بتؤدي إلى يعني توفير الحياة اللي احنا بننشد ليها في الفترة الحالية. بالزبط. طب أكيد في تحديات بتواجهنا، وأكيد في يعني بعض يعني المشكلات اللي ممكن تكون عائق إلى حد ما وفي طريقنا إلى حلها أو القضاء عليها، أبرزها ممكن يكون إيه وإيه اللي قامت به الدولة في سبيل إيجاد حلول هذه التحديات؟ المال، التحديات، التمويل، عنصر التمويل. بالظبط. اي مشروع هو المشكله بتبقى الاساسيه فيه، من اهم المشاكل بتاعته بتبقى توفير السيوله، توفير المال، خصوصا كمان اللي احنا لما قمنا بالعمليه دي كلها وقمنا بالتنميه دي كلها، ما تنسيش كمان كان في مجموعه من الصدمات الاقتصاديه تلقتها الدوله المصريه، اكيد من ازمه كورونا، العالم كله كمان. بالظبط. فيعني كل الحاجات دي انت واخده في ثورات معاكي من 2011 طالعه بالمشاكل، يعني انت طالعه بحقيبه مشاكل من 2011. نعم. تمام. نعم. فطبعا عملتي اصلاح اقتصادي، ولكن في خلال الاصلاح الاقتصادي ده مريتي بصدمات اقتصاديه زي كورونا، زي الحرب الروسيه الاوكرانيه، لانك انت برضو كان الاستيراد نعم. الاستيراد كله اصلا كان مثلا اهم حاجه من الخارج من روسيا، فلقيتي برضو الحرب الروسيه الاوكرانيه، عندك برضو مؤخرا عندك كل دي تحديات، عندك حرب غزه، كل دي تحديات. نعم. انت لو بصيتي للدولة المصرية هتلاقي كل الحدود بتاعتها ملتهبة. صحيح. تمام. للأسف. كل الحاجات دي كلها بتأثر على الاستثمار. يعني لما حد يجي يستثمر، طب
وبالرغم من ذلك الحمد لله قادرين ان احنا يكون لينا دي اكبر تحدي بيواجه بالزبط. الاقتصاد على فكره وبالرغم من كده الحمد لله قدرنا ان احنا نجذب العديد من الاستثمارات في الفتره الاخيره زي ما قلنا، وكان ليها تاثير واضح بشكل كبير تحديدا على سعر الصرف. طيب العشوائيات كانت من اهم المشكلات اللي بتواجه الدوله المصريه، وكنا دايما بنقول عليها انها قنبله موقوته. بالظبط. لاي مدى بقى ساهمت هذه المدن الجديده في القضاء على العشوائيات؟ والبعض قد يعتقد ان هذه المدن لا دي محتاجه يعني فئه معينه لانها تكون موجوده فيها، هل هذا البعد حقيقي او هل هذا المفهوم حقيقي؟ اولا العشوائيات حضرتك شفتي مثلا الاسمرات يعني كل دي مدن جديده اتعملت بيها. الخريطه الثاني اقول الخريطه الاقتصاديه لما اترسمت نظرت الى العشوائيات، نظرت الى المستثمر الاجنبي، نظرت الى المستثمر المصري. اي نعم في عقبات وقفت قدامنا زي ما ذكرتها لحضرتك، ولكن بنحاول ان احنا نتجاوز هذه العقبات. برضو يعني تقدري تقولي ما نسيناش حاجه واحنا ماشيين. في عقبات، في ارتفاع اسعار، بس مش على مصر لوحدها، في ده برضو يعني على العالم كله، مستوى العالم كله، ازمه العالم كله. فهو دي العقبات اللي هي بتقابلنا، الارتفاع الدولار امام الجنيه المصري، بحيث انا كمستثمر مصري احاول استثمر برضو الى حد ما. ما تنسيش انت الاستيراد كله من الخارج، اللي حتى السلع الوسيطه اللي بتدخل مكونات الانتاج بنستوردها من الخارج. هنقضي على العقبات دي كلها بتقابلنا. طب هنقدر نقضي على الحاجات دي ازاي؟ ان احنا نحاول توطين الصناعه، توطين الانتاج، حتى وان كان عملت عمليه توطين للسلعه البديله. يعني انا مش قادره انتج التليفون، لكن ممكن اعمل سلعه بديله تسبب لي او اجمع، يبقى التجميع حتى على الاقل يبقى احنا فيه احنا الوقت بنجمع، لكن بالزبط. احنا عايزين نبتدي ان احنا نصنع. بس هو ده اللي هيخلي لك عندك وفره للدولار، ده اللي هيخلي لك عندك ان انت يبقى فيه ارتفاع للقيمه الشرائيه للجنيه المصري. وهو ده يعني زي ما بنقول كده دراسه الجدوى بتشمل كل الخصائص الخاصه باي مشروع من المشروعات، سواء كانت احتياجاته ايه، تكاليفه قد ايه، لكن كمان بترصد المردود. بالظبط. ترصد العائد. المنافع والايجابيات. بالزبط. فعايزين نتكلم بقى عن المنافع والايجابيات. احنا رصدنا التحديات اللي ممكن بتواجهنا، كيفيه الاقامه، وازاي يعني الشروط اللي يجب مراعاتها. تمام. العائد بقى، العائد في المقام الاول على المواطن المصري وعلى الدوله المصريه. العائد انت اول حاجه بنتكلم عنها بالنسبه، انت عندك ارتفاع معدل البطاله. نعم. تمام. انا لو في عملت مدن جديده، يعني في شركات مقاولاتها هتشتغل، في اعمال فنيين هيشتغلوا، في مهندسين هيشتغلوا، في عمال هيشتغلوا، كل ده بيؤدي في فرص عمل موجوده في المدن. بالزبط. دي هتخلق، انت بتخلقي فرص عمل. بالزبط. مش لفرد واحد بس، لا لمجالات متعدده من المصريين. نعم. دي حاجه. لما بتخلقي فرص عمل وتعملي مصانع وانتاج في هذه المدن، يبقى في الحالة دي انت برضو بتحاولي لما هتعملي انتاج هتحاولي تصدري للخارج. تمام. نعم. يبقى انت كده بقى انت عندك بند الصادرات، ده يعتبر من اهم حاجة من ايرادات الدولة اللي بتدخل تدفقات دولارية. يبقى انا لو اهتميت بيها في هذه، يبقى كل مدينة جديدة بعمل فيها مصنع جديد عشان خاطر انا هقدر اشتغل ازاي، بعمل فيها مدرسة جديدة، فيها يبقى كده في موظفين جدد. في مستشفى جديدة. كل الحاجات دي كلها سبل الحياة كمان وتوفير. كل الحاجات دي كلها بتعود على الاقتصاد وبتعود على المواطن. طب خلينا نتكلم على يعني المعايير الدولية. دايما احنا بنحب كمان نشوف تجارب الدول اللي ربما تكون سبقتنا في مجال معين او في مشروعات معينة. مفهوم المدن الجديدة لدى الدول ولدى يعني التقدم الخاص بي، هل بيسير بنفس الشكل؟ هل احنا بنستقي بعض التجارب و
نطوعها بما يتلائم مع الطبيعة المصرية؟ والله احنا طبعا احنا بنحاول ننقل التجارب، لكن برضه هكون صريحة مع حضرتك، مش كل التجارب بنحاول ننقلها. يعني احنا لو بصينا لتجارب الدول في الرسائل الدكتوراه اللي محطوطة على الأرفف بصراحة في الجامعات المصرية، هتلاقي في دول كتيرة قوي نجحت في نقل هذه التجربة. لكن برضو بحاولنا اللي احنا برضو ننقل تجارب إلى حد ما. في تجربة الصين نقلناها لأنها نجحت جدا في التحول الرقمي. الهند ناجحة جدا طبعا ناجحة جدا في التحول الرقمي. وعلى فكرة الدكتورة عندي أنا حاطة تجربة الصين وتجربة الهند من المدن. لا هي مش متكلمة عن المدن، لأن هي كانت بتتكلم عن المشروعات الغير رسمية في التقدم الاقتصادي بشكل عام. التقدم الاقتصادي ما اتكلمت عنها بشكل عام طبعا متقدمة. يعني احنا بنستفيد طبعا من تجارب هذه الدول اللي يعني قدرت انها تنمو بالاقتصاد الخاص بها ويكون في مصاف الدول المتقدمة. وعلى فكرة دي ميزة في الدولة المصرية النهاردة، ان انا بشوف الدول الناجحة بشوفها ناجحة في ايه وابدأ اعمل معاها شراكة. انا محتاجة اركز على البحث العلمي زي ما انا لسه هقول لحضرتك. انا بعمل معاها شراكة النهاردة علشان النوهاو او نقل التكنولوجيا الحديثة، لان انا محتاجة ابدأ من حيث انتهى الاخرون. بالزبط. مش ابدأ من اول وجديد. فهل المدن الذكية بتراعي هذا البعد؟ طبعا طبعا المدن الذكيه طبعا هي مراعيه هذا البعد بنقل اي تجربه قامت بها اي دوله اخرى. ولكن برضو بقول لحضرتك محتاجين تركيز على البحث العلمي. ما هو عشان خاطر انقل التجربه لابد صح طبعا لابد من تطوير البحث العلمي. بالظبط محتاجه اركز على البحث العلمي، محتاجه يبقى زياده اطلاع زي ما بقول لحضرتك على الرسائل اللي موجوده في الجامعات المصريه. واصبح النهارده دكتور جدا أصبح من الضرورة لأي باحث أو باحثة النهاردة أنها توجد حل لمشكلة موجودة في المجتمع. يعني دي أصبحت من الأدوات الأساسية في الحصول على درجة علمية أو على تقديم لرسالة ماجستير أو دكتوراه. فده بيعد اهتمام فعلا بمجال البحث العلمي وتطويره. التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي هو اللي ماشي العالم كله دلوقتي، هو المستقبل. فبصراحة فالتركيز عليه ونقل تجارب الدول الناجحة أكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور.